السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو هذا راني بغيت نتقاسم معكم جديد التعليم بالمغرب، وصراحة راه كاين فريمون الجديد. إذا توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق شرد وجنبير مع الحكومة اليوم الاثنين بالرباط، يعني اليوم، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات في النظام الأساسي. فمن بين التعديلات اللي تم التسجيل ديالها في محضر الاجتماع، فكان هنالك اتفاق الجانبين على سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية. كان هنالك الاتفاق على استخدام مصطلح الموظفين بدلا من مصطلح الموارد البشرية في جميع مواد النظام الأساسي، وكان أيضا حصر مهام أطر التدريس الواردة فيه في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات. كما نص المحضر أيضا على حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصائص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيل. المسائل راها واضحة بشكل كبير جدا. كما نص المحضر على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا. كان هنالك الاتفاق على تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9 بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها. كان الاتفاق على مواصلة الحوار لتعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري على أن ينعقد الاجتماع الموالي في هذا الإطار، يعني يوم غد الثلاثاء، يعني غد إن شاء الله. وعقب هذا الاجتماع هذا، فقال الوزير ديال التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طبيعة الحال شاكب بن موسى في تصريح للصحافة أنه تم الحذف في بعض النقاط الأساسية، يعني كان واحد القرار اتخذات بخصوص بعض النقاط فما غيكونش فيها رجوع، يعني صافي تحسم الأمر. وشار أيضا أنه سيكون هنالك استئناف النقاش حول باقي بنود النظام الأساسي يوم غد بعد الظهر إن شاء الله. وفي هذا الباب هذا أكد ممثلي النقابات المشاركة في الاجتماع أن من شأن الجولات ديال الحوار إثراء النظام الأساسي الجديد حتى يستجيب لتطلعات رجال ونساء التعليم. والجديد في الأمر هذه المرة هو أن هنالك مجموعة من الانتقادات اللاذغة التي وجهتها الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وكتعتبر أن المدرسة العمومية فهي الآن تتعرض لتهديد بفعل توقف الدراسة والإضرابات المتواصلة في صفوف نساء ورجال التعليم. عبرت الفيدرالية أيضا عن استنكارها الشديد لحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا. والمفاجأة الكبيرة هي أن الفيدرالية تنوه بالأساتذة الذين لم يحرموا التلاميذ من حقوقهم المشروعة واللي استأنفوا بطبيعة الحال العمل ديالهم مما مكن في أقاليل من استئناف الدروس ديالهم. وبالتالي فالفيدرالية تطالب الوزارة باتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب والاستهتار بمصير أبناء الشعب المغرب باعتبار أن التلاميذ فهم الضحايا ديال هذا الشيء كامل هذا. فهذا الموقف ديال الفيدرالية هذا اللي تيبان ضد الأستاذ فهو جاء في خضم إعلان تنسيقيات تعليمية عن إضراب جديد، يعني هو جاء في خضم إعلان الأساتذة عن إضراب جديد اللي غادي يكون من يوم غد الثلاثاء الى يوم الجمعه المقبل، يعني غادي يمتد لاربعه ايام متتاليه، واللي غادي يكون فيه ايضا تنظيم اشكال احتجاجيه على الصعيد الاقليمي يوم الخميس. كما اعتبر السي احمد عكوري الكاتب العام للفيدراليه ان الحكومه عبرت عن حسن النيه بالموافقه على الزياده في الاجور والجلوس الى طاوله الحوار مع التنسيقيات وتغيير نظام اساسي ووقف الاقتطاع بالنسبه للاساتذه الذين عادوا الى الاقسام. كما أضاف متسائلا أين المشكل إذن؟ دونك بالنسبة للسي أحمد عكوري فالحكومة قامت بجميع المسائل اللي هي خاصها الدار،
تالي. فالمشكل الآن في الأستاذ، لماذا هنالك إضرابات؟ فصراحة هنالك علامة استفهام كبيرة جدا. نتمنى اللي عنده شي إضافة يزيدها لنا في لي كومونتير. هذا ما كان، كنتمنى ينتهي هذا الشيء هذا في القريب العاجل وترجع الأمور كيف ما كانت، لأن صراحة هذه المسائل كلها كتمس بالوطن ديالنا. والله يصوب. تحياتي لكم كاملين وإلى اللقاء.